تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، جولة ناجحة للرئيس السيسي في آسيا. الرئيس السيسي عاد بعد زيارة ناجحة إلى كازاخستان، اليابان وكوريا الجنوبية، وشفنا الاستقبال الممتاز اللي كان في اليابان. هو سادس رئيس في العالم يلقي خطابا أمام البرلمان الياباني، وثاني رئيس إفريقي بعد الزعيم الشهير نيلسون مانديلا. شفنا كمان في جهود كبيرة جدا لقاء برؤساء شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية، والرئيس قال كلمة مهمة جدا، إن احنا بنشوف تجربة كوريا الجنوبية علشان تكون ملهمة للتجربة المصرية. الدول بتتعلم من الدول، والتجارب تتعلم من التجارب، ولما يكون قدامنا نموذج ناجح قطعا بندرس هذا النموذج علشان نتأسى بيه. قبل كده كنا احنا النموذج، والناس بتدرسنا وتدرسنا علشان خاطر تكون زينا. دلوقتي وضعنا لا يسمح ان نكون نموذج لمعظم العالم، انما احنا لازم نبص للدول المتقدمة جدا كيف انتقلت من التخلف الى التقدم. فاحنا واحنا بنشوف العالم المتقدم وبنخطو وراءه نفعل ما فعله الآخرون من الصين إلى كوريا الجنوبية إلى اليابان حين نظروا للأكثر تقدما. اثنين، أردوغان صحيفة ومدينة سكنية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر وأخذ أكبر صحيفة تركية على الإطلاق، صحيفة زمان التركية. الصحيفة ديت هي صحيفة معارضة لأردوغان، بتوزع 700,000 نسخة في اليوم، قد توزيع كل الصحف المصرية تقريبا. هذه الصحيفة كانت بتقض مضاجع أردوغان، رغم أنها تستخدم لغة مقبولة صحفيا، ما كانتش خارجة قوي على السياق، وهي تواجه الرئيس أردوغان. لكن حكم قضائي لديه، هناك شكوك عليه، وبعد كده الشرطة راحت أخذت مقر الصحيفة بالكامل، ثم سيطرت على السياسة التحريرية للصحيفة، وتقريبا خلت الصحفيين كلهم على جنب، وبدأ جهاز الشرطة في تركيا هو اللي يحرر ويكتب أعمال الصحيفة. يوم الجمعة حصل الكلام ده، يدوب عدد السبت خرج وهو مناهض لرئيس أردوغان، إنما عدد الحد خرج والشرطة هي اللي كتبته مؤيد للرئيس أردوغان. طبعا انتقادات في كل العالم، لأن أردوغان يسيطر على أكبر صحيفة معارضة، صحيفة زمان. لكن في النهاية لا شك أن أردوغان كده بقى أقوى في مواجهة المعارضة. في نهاية المطاف، انتقادات، حريات، حقوق إنسان، كل هذا الكلام، في النهاية أردوغان ما بقتش فيه صحيفة كبيرة ولا صغيرة ولا محطة كبيرة ولا صغيرة ضد أردوغان، الكل مع أردوغان في تركيا. الأمر الثاني النهاردة، أردوغان فاجأ العالم بأنه اتكلم مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقال له عايزين نبني مدينة سكنية كبيرة جدا على مساحة أكبر من 4000 كيلومتر مربع للاجئين السوريين. اللاجئين السوريين في تركيا كتير، 2.7 مليون لاجئ سوري، يعني حوالي 3 مليون لاجئ سوري في تركيا، بيكلفوا تركيا كتير كتير. أردوغان قال النهاردة إن هو دفع، تركيا دفعت 10 مليار دولار في 5 سنوات للاجئين السوريين. طب الملف ده اللي بقى صعب جدا، وأوروبا بتتهم تركيا إن هما بيقعدوا شوية في تركيا وبعد كده يروح على أوروبا، هو بيقول ده مش صحيح، وإنه صرف كتير جدا 10 مليار دولار، لكن بيقول لازم نبني مدينة سكنية في شمال سوريا على الأراضي السورية قريبة من تركيا عشان تستوعب أعداد اللاجئين السوريين. لكن هو بيقول إن قال الكلام ده لأوباما، النهاردة أول مرة نعرف هذا الكلام، قال الكلام ده لأوباما، وبعدين هو بيشتكي إن لما جه إلى حيز التنفيذ أوباما لم يهتم بالأمر والغرب لم يهتم بهذا الاقتراح. ربما دلوقتي يدرك أردوغان إن قد إيه الغرب ممكن يلعب بأي ورقة، لكن وقت الجد الغرب لا يفعل إلا مصالح الغرب. أردوغان اللي بدأ
معتدل وعاقل ومتزن وناجح جدا، وعمل تجربة رائعة في تركيا زي ما قلنا قبل كده، بيشطب على التجربة التركية أو أردوغان ضد أردوغان. كان بادي يقول السلام والعملية صفر، أو هو بيسميها في العمق الاستراتيجي أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء بيسميها تصفير المشاكل، إن مفيش مشكلة مع أي حد دلوقتي، المشاكل مع الكل. بعد ما كانت تركيا بتقول إنها جاهزة للسلام، النهاردة وزير الدفاع بيقول إن تركيا جاهزة للحرب أكتر من أي وقت مضى. أردوغان يشطب على أردوغان. ثلاثة، الصين تزيد بما يعادل أسبانيا في 5 سنوات. الصين طبعا احنا فيه اهتمام متزايد بالصين في العالم، فاحنا كمان فيه اهتمام متزايد بمتابعة الشأن الصيني في الطبعة الأولى. الصين دولة عملاقة زي ما قلنا، لكن بقى الأرقام الدقيقة في السكان، إن الصين هتزيد الخمس سنين اللي جاية بما يعادل كام؟ بما يعادل 45، أو هتزيد بـ 45 مليون إنسان. يعني في الخمس سنين دول من 2016 ل 2020 هتكون الصين زادت 45 مليون إنسان جديد، لأن معدل مواليد مع عدد السكان الكبير ده هيعمل هذا الرقم في 5 سنوات. الخمس سنين اللي فاتوا من 2010 ل 2015 الصين زادت 33 مليون نسمة، لكن الخمسة اللي جايين هتزيد 45 مليون نسمة، رقم كبير جدا يعادل سكان أسبانيا. فتخيل إن في دولة بتزيد كل 5 سنين بما يعادل كل سكان أسبانيا، طبعا رقم كبير جدا. لما نشوف، اتكلمنا قبل كده إن الجيش الصيني خفض العدد من 2.3 مليون جندي وفرد في الجيش الصيني إلى 2 مليون، يعني قام أو ينوي تسريح أو إقالة 300,000 فرد، 300,000 فقط، إنما ده عامل أكيد دوشة كبيرة هناك. وقرينا إن بعضهم كان بيحتج، وإن في قلق في الجيش الصيني لأن العدد ده كله يمشي مرة واحدة. الرئيس أمر هناك إن الشركات الحكومية تاخد 300,000 شخص. طب إذا ده 3 مليون إنسان سابوا وظائفهم، عمل كل هذه الربكة، طب لما ينضاف في 5 سنين 45 مليون إنسان، طبعا في جزء بقى يخش في قوة العمل من الأجيال الموجودة حاليا. حق إدارة الصين صعبة جدا، إن حد يدير شعب 1.5 مليار بيزيد كل 5 سنين قد ما يعادل أسبانيا، كل سنة قد ما يعادل دولة زي بلجيكا، كل سنة بلجيكا، كل 5 سنين أسبانيا. فبلد زي كده كل سنة، الدنمارك عفوا، كل سنة ما يعادل الدنمارك 5 مليون أو 6 مليون نسمة. لما نشوف طبعا الرقم ده بنتكلم على حاجات صعبة جدا. وطبعا القادة الصينيين اللي قدروا يعملوا معجزة اقتصادية مذهلة موجودة في هذه الدولة خلاها رقم 2 في العالم مع كل هذا العدد من السكان، قطعا قادة يستحقوا الإعجاب والتقدير. 4، داعش ليست الإسلام وكيكيكي ليست المسيحية. منتدى عالمي اتكلم فيه حد وقال أن الإسلام هو داعش وداعش هي الإسلام، وإن ما حدش يقول لنا إن داعش من بره الإسلام أو تنظيم هامشي، إنما داعش تمثل الدين الإسلامي الصحيح أو الدين الإسلامي كما يرى نفسه. ده كلام حد من اللي اتكلم في هذا المنتدى اللي حب يصم الإسلام بالإرهاب، وإن الدين الإسلامي نفسه متطرف، وإن القرآن الكريم والحديث الشريف هم في جوهرهم دعوة للتطرف. ده مضمون الكلام اللي اتقال. إنما رد عليه وزير الخارجية السعودي، وكان رد موفق جدا، الوزير عادل الجوبير. عادل الجوبير رد على هذا الكلام وقال 1، داعش ليست الإسلام والإسلام ليس دين إرهاب. 2، هل يمكن اعتبار إن المسيحية دين إرهاب؟ إذا شفنا منظمة زي KKK هنتكلم عليها بعد شوية، هذه المنظمة اللي هي 3K، هل هذه المنظمة اللي هي بتقف مع المسيح وعودة المسيح
بتتكلم باسم المسيح والمسيحية، هل هذه المنظمة الإرهابية تمثل المسيحية؟ هل المنظمات الإرهابية اليهودية أو الهندوسية تمثل اليهودية والهندوسية؟ أيضا الإسلام لو كان هو داعش ما كانش هو طريق وصول الحضارة الصينية إلى الحضارة الغربية وجسر للتواصل الحضاري، ما كانش الإسلام وعلماء وفلاسفة ومفكرين مسلمين حافظوا على الفلسفة اليونانية أرسطو وسقراط علشان يوصلوها إلى الغرب. ده كلام وزير الخارجية عادل الجبير، وبعدين لجأ إلى نصوص حاسمة للتأكيد على أن الإسلام هو دين الرحمة، فاستشهد بقوله تعالى وهو قول حاسم: لكم دينكم ولي دين. وقوله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتكلمنا قبل كده عن الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا ربنا بينهى إن الناس اللي هم ما عملوش مشاكل تجاهنا متعلقة باعتداء علينا أو اعتداء على حرمتنا أو قتل مواطنينا لم يلجوا إلينا بالدم، فربنا بينهانا إن احنا نقاتل هؤلاء إلا إذا أخرجونا من ديارنا وإلا إذا قتلونا. إذا ما عملوش كده علينا أن نبرهم ونقسط إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إيه بقى كيكيكي أو التلاتة كي اللي اتكلمنا عليها واتكلم عليها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؟ دي منظمة مسيحية متطرفة ظهرت في القرن ال19، ظهرت بعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، وهذه المنظمة قالت إن لابد من عودة السيد المسيح، وإن طبقا لأفكارها الخرقاء اللي بعيدة تماما عن المسيحية إن هي تبدأ تقتل كل الملونين وكل السود، ولازم البيض البروتستانت هم فقط اللي يكونوا موجودين في أمريكا. بدأت بقتل السود جميعا، وقالت إن العبودية أبدية، مفيش حاجة اسمها تحرير للعبيد. وبعد بقى عملية القتل والدمار، هذه المنظمة فيها 8000 الآن في أمريكا، هذه المنظمة البعض بيلقبها بداعش المسيحية أو داعش أمريكا، لأنها منظمة زي داعش بالضبط، الرعب والحرق والقتل وقطع الأعضاء والأطراف، كل هذا الكلام عملته هذه المنظمة KKK أو داعش المسيحية الأمريكية. هي دي المنظمة اللي أشار إليها عادل الجبير وهو بيرد على اتهام الإسلام بأنه دين الإرهاب. Every religion has perverts and psychopaths who try to hijack it. ISIS is as much Islamic as the KKK is Christian. Don't they have a cross? Don't they do everything in the name of religion and Christ? Don't they believe that Christ compels them to lynch and kill people of African descent? Can one really say that the KKK is a Christian organization? There are other groups that one can point to. There are other massacres that were committed in the name of keeping certain countries or regions clear of non-Christians. There are people like this also in the Jewish faith that have nothing to do with Judaism. There are people like this in the Hindu faith that have nothing to do with Hinduism. For anyone to argue that Daesh is Islamic is preposterous. In the Islamic faith, the Quran reveals that you have your faith and I have my faith. And you're free to practice your faith and I'm free to practice mine. What greater sign of tolerance and acceptance do you have than this? In the Islamic faith it says, he who kills an innocent soul is as if he has killed all of humanity. And he who saves an innocent soul is as if he killed, as if he saved all of humanity. What more, what better example of compassion and mercy do you have than this?
إذن في إطار الهجمة على الإسلام واعتبار الإسلام نفسه دين تطرف وإرهاب، لازم نكون يقظين. كتير منا بيسافر كتير، وفي ملايين المسلمين موجودين في أوروبا، وطبعا مئات من المسلمين حول العالم بغير اللغة العربية. يبقى لازم نحفظ هذه الآيات، أو على الأقل نكون عارفين مضمونها وإحنا بنتناقش مع هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بالتطرف. قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. وقوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. 5. نيوزيلندا، تغيير العالم، التاريخ والسياسة. نيوزيلندا دولة صغيرة موجودة آخر الدنيا، هناك قرب القطب الجنوبي أو القارة القطبية الجنوبية بعد أستراليا بألفين كيلو. نيوزيلندا بتغير العالم بتاعها. يبدو أنه هو حدث سطحي، إلا أنه عميق الدلالة في التاريخ والسياسة. العالم القديم هو عالم بريطانيا، لأن هي إلى الآن تحت التاج البريطاني. يعني مين رئيس نيوزيلندا؟ رئيس نيوزيلندا هي الملكة، ملكة بريطانيا هي ملكة نيوزيلندا، هي ملكة كندا. وبالتالي نيوزيلندا لسه تحت التاج البريطاني، وإن كانت دولة مستقلة تحت هذا التاج، في حكومة لكن في حاكم عام سير بريطاني يمثل الملكة. دولة نيوزيلندا تتخلص من العلم اللي هو بريطاني إلى علم وطني. بدأت تستشعر بالهوية الوطنية النيوزيلندية بعيدا عن بريطانيا. هذه الدولة زي ما قلنا هي جزء من التاج البريطاني، كانت وثيقة الصلة جدا بأمريكا في اتفاقية 51 بينها وبين استراليا وبين أمريكا، لكن بعد كده العلاقات مش كويسة نتيجة أن نيوزيلندا مصرة عدم دخول سفن نووية أمريكية إلى المياه الإقليمية أو إلى هذه المنطقة إلى جوار نيوزيلندا. في كل الأحوال نيوزيلندا البعض بيعتقد أن هي استراليا، لكن دي دولة واستراليا دولة، وهي آخر مكان في العالم عبارة عن جزيرتين، جزيرة شمالية وجزيرة جنوبية. هي من أجمل بلاد العالم، مشهورة طبعا أن فيها ثروة حيوانية ضخمة، رغم أن السكان حوالي 5 مليون، إلا أن في 30 مليون رأس خروف هناك في نيوزيلندا. مشهورة جدا بالثروة الحيوانية، مشهورة جدا بإنتاج الألبان. إنما هي كمان مدينة جميلة، أو مدنها مدن جميلة للعيش والحياة. الخطوط الجوية بتاعتها من أكثر الخطوط راحة في العالم. الناس اللي بيعيشوا هناك مبسوطين جدا من نمط الحياة اللي موجود في نيوزيلندا. نيوزيلندا دولة مسيحية، 55% مسيحيين. إنما قبل كده كان المسيحيين أكثر. هم ما مشيوش، إنما الناس هناك في اتجاه للإلحاد أو اللادين مبالغ فيه. فأصبح دلوقتي عدد اللي هم ما عندهمش دين 33%. يبقى الدين الأولاني المسيحية، والدين الثاني هو اللادين، الناس اللي مش مؤمنة نهائيا، تلت السكان في نيوزيلندا. إنما دولة نيوزيلندا اللي هي سياسيا جزء من المملكة المتحدة أو التاج البريطاني أو هذا الكومنولث البريطاني بمعنى أدق، وهي على وفاق وخلاف مع أمريكا، وتغير عالمها من أجل الهوية الوطنية، هي دولة عايشة كده لوحدها في آخر الدنيا مع نفسها، ومشهورة جدا بنمط الحياة المرفه، والرقصة الشهيرة رقصة الموت اللي هي موجودة عند السكان الأصليين في نيوزيلندا قبل اكتشافها. ورقصة الموت بتلاقيها في الأفراح، وتلاقيها في توديع أو تشييع الموتى، يعني في مقاطع كتيرة جدا لجنود من نيوزيلندا قتلوا في معارك، تلاقي هذه الرقصة موجودة في ودعهم. مدرس لمكانة كبيرة عندهم أو طبيب مهم في القرية، تلاقي هذه الرقصة في ودعهم. برضو في الأفراح والمناسبات في ودعهم. ماتشات الكورة برضو هذه الرقصة موجودة، فبقت جزء من هوية نيوزيلندا التي تعيش وضعا مرحا في آخر العالم قرب القطب الجنوبي. Oh!
نيوزيلندا، الدين والسياسة، التاريخ ورقصة الموت، وفاصل ونكمل. لماذا ينسى الإنسان كلمات كانت على طرف لسانه؟ بي بي سي في موقعها العربي طرحت هذا السؤال. ليه إنسان ممكن بيتكلم والكلمة جاهزة خلاص وعلى طرف لسانه كما يقولون، ولسه هيقول الكلمة ينساها تماما وتذهب الكلمة إلى النسيان؟ طبعا في علماء نفس كبار جدا، منهم كارل يونغ بحث هذا الموضوع وأعطاه اسم علمي. إنما العلماء بيقولوا إن الإنسان عنده سعة في مخه للكلمات والمفردات. يعني مثلا قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية 600,000 كلمة. يعني لو حد أمريكي أو بريطاني أو يريد الإنجليزية 600,000 كلمة، ده قاموس أكسفورد. إنما الإنسان بيستخدم كام؟ أقصى حاجة 50,000 كلمة، و 550,000 كلمة بيعيش ويموت عمره ما استخدمهم ولا يعرفهم. فاستخدام الإنسان ل 50,000 كلمة، فتقريبا لو سعة المخ ل 50,000 كلمة دول، لو فهم 20,000 كلمة تافهة شغلين مكان، علشان تدخل كلمات جديدة يبقى لازم تحذف الكلمات التافهة اللي موجودة في المخ. فعلماء النفس بينصحوا انك تجدد باستمرار، وان الانسان ما يشغلش نفسه بالتفاهات لانها سعة محددة، اما ان تملأها بالعقل والفكر واما ان تملأها بالتفاهة. علشان كده ممكن تكون الكلمة على طرف اللسان وتذهب بعيدا، لأن السعة بتكون ضاقت، وعلى الإنسان أن يجدد عقله وفكره بالكلمات ذات المعنى. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. يا من يفكر في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقي كفاك تلعب ثورا عشقين معي وتنتقل كلمات لست تعنيها كفاك تلعب ثورا عشقين معي وتنتقل كلمات لست تعنيها كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها